هناك من ينتظر جوابا علميا محضا، وهناك من يبحث عن جواب علمي، وهناك من يبحث عن أفق كبير. بالتالي هذه القراءة سوف تسعى إلى تقليص أفق الانتظار بشكل كبير لكي يستوي النقاش على أركان تسمح بفهم هذا العمل. لماذا؟ أولا لأن المكتوب أو الدراسات التي أنجزت حول التقويم الأمازيغي بهذا الاسم نادرة، بل حتى اعتماد التقويم الأمازيغي بهذه العبارة في الكتابات جد محدود ويثير الكثير من الإشكالات. إذن نلتقي هنا في سينما صحارى من أجل توقيع كتابي الأخير، عنوانته بإنير مدخل إلى دراسة التقويم الأمازيغي، وهو محاولة للإجابة على مجموعة من الأسئلة ومجموعة من التساؤلات التي تطرح حول هذا الموضوع في كل يناير من السنة الميلادية، خاصة وأن هذه الاحتفالات تحولت من احتفالات عائلية يعني إلى حد ما بين أفراد الأسرة إلى احتفالات جمعوية مدنية، وأصبحت اليوم احتفالات رسمية، خاصة وأن يناير أو رأس السنة الأمازيغية كما يسمى اليوم تم الاعتراف به في الجزائر منذ 2017، واعترف به أيضا في المغرب بقرار الملكي يوم 3 مايو 2023. إذن هذا الكتاب هو محاولة للإجابة على مجموعة من التساؤلات حول أصول هذه الاحتفالات، حول مجموعة من الممارسات والتقاليد المرتبطة به، وأيضا كيف تطور وكيف تعامل معه المجتمع المدني الأمازيغي، وكيف ساهم في بناء هذا الخطاب الهوياتي حول اللغة والثقافة الأمازيغية. إذن هذه احتفالية كما ترون، احتفالية أيضا ديال الناس المفكرين والأدباء والمؤرخين اللي كيتابعوا ومنذ سنوات اللي ساهموا في يعني ساهموا في اطلاع الجمهور الكبير يعني في العالم كله، يعني ماشي غير في المغرب ولكن في العالم كله، أنه يتابع الأمازيغية، أنه هذه الأمازيغية ليست وليدة اليوم أو لا أسطورة ولكن هذه حقيقة. وبالتالي حتى السنة الأمازيغية اللي هي 1974 اللي كانت تدل على يعني القدم وعلى يعني القدم ديال هاد اللغه وديال هاد التراث، ويعني بعين من اللغات القديمه الاثريه اللي مازال محافظه على الكيان ديالها والتواجد ديالها. وهذا كيزيدنا فخر اننا كمغاربه ان تكون عندنا هاد اللغه، واننا ابناء هاد الامازيغ وابناء هاد يعني هاد التراث الكبير الانساني، يعني ماشي احنا بوحدنا ديالنا ولكن ديال العالم. اذا الشكر الكبير ايضا للمجموعه ديال المفكرين والفنانين والشعراء والادباء اللي بقاو محافظين، وبالتالي كاين واحد النوع ديال التتبع العميق والنضال كبير، وفي الاخير يتم الاعلان على الاقرار ديال السنه الامازيغيه ديال اللي خرج به الديوان الملكي. إذن ها نحن نحتفل اليوم، وبغينا في مدينة أكادير بما أنه هي أول سنة ديال الإقرار ديال السنة الأمازيغية كعطلة رسمية، أن تكون واحد احتفالية رائعة تجمع ما بين ما هو فني وأدبي واقتصادي واحتفالي. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.